احنا نتكلم الاول نقول ان الخلفه كبيره 74 فدان، 74 فدان دول مش كلهم داخلين في التطوير. فعندنا نستثني منهم مبنى الفندق، الاذاعه والتلفزيون، الخلفيه، مبنى الدوحه، المسجد ابو العيله، في عندنا 1.7 فدان بتوع متر الانفاق. دول نستثنيهم من القنصليه الايطاليه، كل دول نستثنيهم من ال 74 فدان. هتبقى 40 فدان و3 من 10 دول اللي داخلين معاهم في التطوير اللي احنا شغالين دلوقتي فاضيين حالا دلوقتي. تمام. طيب نتكلم دي الجزء الاولاني من السؤال. طيب احنا فضينا قد ايه؟ احنا اللي فضيناه كله حوالي يتجاوز ال 96%. المتبقي بس عندنا على خط 26 يوليو هي المرحله الثانيه، عمارات كانوا 9 عمارات. كانوا 9 عمارات عاديين و5 عمارة طراز معماري في المنطقة كلها. كان أول 6 في عمارة كانت أية للسقوط فدي خلاص اتزالت اللي هي في شارع ابن الطبية. فاضل عندنا 5 عمارات، الخمس عمارات في منهم عمارتين متسخين ببعض فهم 6 أصلا بس في بعضهم متسخين بيعتبروا 5 مكونات طراز معماري. والطراز المعماري ده يعني مسجل جيم، يعني ممكن عشان محدش يقول إن إحنا بنهدي الطراز المعماري، لأ إحنا دلوقتي بندرس تاني بنشوف هل الطراز المعماري ده فعلا يستحق يبقى طراز معماري ولا ممكن حاجه منهم تخرج. ده طبقا لجنه تنسيق الحضاري مش احنا، ودي متروكه طبقا للقانون والحاجات كلها. احنا ما بنعملش اي حاجه يعني فيها اجبار او اقراع على الناس خالص في اي حاجه. تمام. طيب العمارات اللي كانوا 9، التسعه خلاص 7 منهم فضيوا وتهدوا، فاضل عمارتين فقط، العماره 56 والعماره 58. دول العمارتين اللي فيهم اخلاء جزئي. طب يعني برضو الناس تسأل يعني ايه اخلاء جزئي؟ في ناس تقدمت وكتبت رغباتها وفي ناس لسه ما تقدمتش. اللي ما تقدمش وما مش عايز يمشي خلاص ما فيش اقرار. يعني ما حد يقول لي يعني انت هتطور وهتسيب الناس مكانها؟ لان مثلث ماسبيرو بدا بالتراضي كله في كل حاجه، بعرض المشكله او عرض الاختيارات على الناس والناس اللي اختارت ما حدش اكره على حاجه. لكن لما بدانا كده هنقعد مع السؤال هو الثاني بعدين بقى اللي هو بتاع ازاي احنا نجحنا على مدى 40 سنه. احنا بس اللي نجحنا في الموضوع. احنا ليه نجحنا؟ عشان احنا زي اي دكتور شاطر او اي صنايعي شاطر، المشكله فين؟ تمام. المرض فين؟ اول ما هتعرف المشكله فين هتعرف تشخص الحل صح. تمام. احنا حطينا ايدينا على المشكله كويس جدا، عملنا الحصر مظبوط، عملنا الاحصائيات مظبوطه للناس، عملنا الـ 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 مش الحصر عدد ناس بس، ده احنا بنقول ده بيشتغل ايه. هو قاعده بيانات كامله، قاعده بيانات كامله، قاعده بيانات كامله، جي اي اس بيقولوا بالظبط فعلا كده.